الاهلي كلهم ثقه اكيد في لعيبه النادي الاهلي، وانا قلت لكم دايما ان هم عند حسن ظن الجماهير الاهلاويه. عايز اقول لكم النهارده الكابتن محمود الخطيب تفقد منتجع الاهلي بمرسى مطروح. السيد محمد مرجان المدير التنفيذي النادي الاهلي قال ان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره حرص اليوم على زياره منتجع الاهلي بمرسى مطروح على راس وفد ضم المدير التنفيذي السيد محمد مرجان وسامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الاداره، وكان في استقبال الكابتن الخطيب والوفد المرافق له السيد نبيل هلال مدير المنتجع. قال كمان كابتن محمد مرجان ان الكابتن الخطيب حرص على متابعه كل كبيره وصغيره، زي ما احنا معودينكم ان احنا كل يوم بنقول لكم ايه الجديد في مشروع او في عائله النادي الاهلي، عشان كده بنقدم لكم كل اللي حضراتكم بتشوفوه، بنحاول نجيب لكم كل الاخبار المتعلقه ببرنامج عائله الاهلي. السيد محمد مرجان والكابتن محمد مرجان قال ان هو بيشوف كل كبيره وصغيره الكابتن محمود الخطيب في هذا المنتجع، وشاهد عمليه تسكين الاعضاء مع بدايه فتره اقامه الفوج رقم 13 ومغادره الفوج الذي سبقه، وتحدث مع الاعضاء لمعرفه احتياجاتهم وارائهم في الخدمات المقدمه لهم. دي صور من زياره الكابتن محمود الخطيب، او دي صور ارشيفيه معانا. اوضح الكابتن الخطيب كمان طلب من مسؤولي المنتجع اعداد دراسه شامله مع نهايه الموسم الصيفي هذا العام تتضمن كافه احتياجات الاعضاء ومطالبهم لتلبيتها فورا قبل انطلاق الموسم الصيفي الجديد في العام المقبل. ده الكابتن محمود الخطيب اللي طلبه من مسؤولي المنتجع. الاداره التنفيذيه كمان نجحت هذا العام في زياده عدد الافواج من 18 فوج الى 26 فوج، مع تخصيص 13 فوج لرواد النادي لتلبيه الطلب المتزايد من اعضاء الاهلي بقضاء مصيفهم في مرسى مطروح والاستمتاع بمنتجع النادي وما يشهده من تطور وتطوير وارتقاء مستمر بالخدمات. ايضا انشاء فرع جديد لاكاديميه النادي الاهلي بمطروح. كابتن محمد مرجان مدير تنفيذي النادي الاهلي قال ان احمد ترام او ترام عمدة مرسى مطروح حرص على عقد جلسة مع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي خلال الزيارة التي قام بها كابتن الخطيب والوفد المرافق رأس السبت اليوم لمنتجع النادي بمرسى مطروح. أضاف كابتن مرجان أن طرام تقدم بطلب الرئيس الأهلي لإنشاء فرع جديد لأكاديمية الأهلي بمحافظة مرسى مطروح، وتم التواصل على الفور مع الكابتن خالد بيبو مدير أكاديمية الأهلي للبدء في إنشاء الفرع الجديد وتوفير كل ما يلزم حال الاستقرار على المكان والملاعب بالمحافظة. حاجة جميلة برضو إن يبقى عندنا فرع في مرسى مطروح لأكاديميات النادي الأهلي، ما شاء الله إن شاء الله تكون في كل مكان، في كل مكان إن شاء الله. طيب علشان أقول لكم مزيد من التفاصيل معايا فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي من مطروح. فاروق أهلا بيك. تحياتي ليك كابتن ميدو ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل. قول لنا بقى الزياره دي كانت ايه شكلها النهارده؟ قول لنا كل التفاصيل اللي عندك يا فاروق. هو الزياره النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والسيد اللواء محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي تشرفوا بالحضور لمنتجع النادي الاهلي بمرسى مطروح. كابتن محمود الخطيب حب بنفسه يتابع طبعا كان من ضمن برنامج عائله الاهلي هو منتجع مرسى مطروح والانشاءات اللي فيه وتحديث وصيانه المنتجع بصفه مستمره، حب ان هو يكون موجود في ارض الواقع ويقابل اعضاء النادي الاهلي. طبعا الافواج مستمره، فالنهارده اجتمع مع الاستاذ نبيل هلال مدير المنتجع والمهندس سامح المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي الاهلي، تابع بنفسه عملية الصيانة المستمرة والتحديث لمنتجع النادي الأهلي بمرسى مطروح. اجتمع أيضا مع أعضاء النادي الأهلي وحب يسمع متطلباتهم، ولقى يعني الأمر ده لقى استحسان أعضاء النادي الأهلي اللي أجمعوا إن الأمر ده كانوا مفتقدينه في الفترة اللي فاتت، إن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يكون موجود معاهم في منتجع مرسى مطروح ويتابع بنفسه الامور. هذه الامور هي في اشاده كبيره قوي من الجانب الاعضاء لزياره الكابتن محمود الخطيب،
ايضا اشاده بالقائمين على منتجع مرسى مطروح من الخدمه، من النظام، من الامن، امر يعني يليق فعلا باعضاء النادي الاهلي. من جهه اخرى اجتمع الكابتن محمود الخطيب مع اجتمع مع الشيخ مشايخ عرب، شيخ مشايخ قبائل مطروح، الشيخ احمد الطرام ترام، ونقل له امال وطموحات اهالي مطروح بانشاء اكاديميه، وطالب ان هم ينشئوا اكاديميه للنادي الاهلي في مرسى مطروح. وبالفعل يعني الكابتن محمود الخطيب تشاور مع الكابتن خالد بيبو، وخلال الايام الكابتن خالد المدير العام لاكاديميه النادي الاهلي خلال الفتره القادمه ان شاء الله هيتم انشاء اكاديميه للنادي الاهلي بمرسى مطروح. شعبيه النادي الاهلي زي كابتن ميدو زي ما حضرتك عارف في مرسى مطروح، الشيخ مشايخ قبائل مطروح اجمع ان النادي الاهلي بيتمتع بشعبيه 80 اكثر من 80 او 90%. الامور هنا في مطروح جميله، الجو ممتاز، المنتجع يعني في اجمل صوره، وضع استراتيجي كمان للمنتجع اجمع عليه الاعضاء مش موجود في اي مكان ثاني. يعني انت اتبسطت النهارده اهم حاجه فاروق؟ كابتن شايفك يعني بتقول المنتجع والاجواء اكيد يعني زياره ناجحه بكل المقاييس يا فاروق، وحاجه تشرف، وكمان في اكاديميه ان شاء الله تتعمل في القريب العاجل بمرسى مطروح هي تحت اسم النادي الاهلي، واكيد كانت زياره حملت كل الاهداف، وان شاء الله يكون القادم افضل. فاروق صلاح شكرا جدا ليك. طيب معانا على التليفون المهندس نبيل هلال مدير منتجع، طيب هاتولنا على التليفون علشان كمان نشوف